السنة حابة أعيد عيد ميلادي معكم، مشان هيك بعثوا لي كل شي حابين تقولوا لي على إنستغرام، تويتر وفيسبوك، وبـ 16 ماي رح جاوب على كل الأسئلة والمعايدات. السنة رح نعيد سوا، بحبكم كتير. فادي بمحل كتير بعيد عن إنه يغار علي، هو من مشجعي نجاحي، وخليني أقول أكتر إنه إحنا ما عنا مشاكل الحمد لله بالبيت، مخصوصي من هالنوع. يعني مشاكلنا أكتر شيء، واللي هي منا مشاكل، اللي هي أكتر ترتيبات لأولادنا ولا مستقبلهم، والحكي اللي بدور حول هالمواضيع. أولاً هيدي أول مرة بغيب 20 يوم عن البيت وعن الأولاد، أول مرة بحياتي. كانت أطول سفرة لإلي على أمريكا 12 يوم كهي الماكسيموم. يعني اضطريت، لأنه كان في قبل تور أمريكا كان في بونتا كانا، أنا ورايحة أكيد كانت مأساة لإلي، مع أنه عارفة أنه رح التقى بناس إلي زمان ما شفتهم، وقلهم زمان ما شافوني لايف. لو حدا سألني أي متى بكيتي هونيك آخر يوم، كنت جاوبت كل يوم، لأنه كل يوم كنت حس حالي كتير بعيدة وغير وقت، ما أقدر أحكيهم إلا مرة بالنهار أنجا. كنت أشتقلهم كتير. في شي جديد قريباً، عم فكر بأغنية للصيف، وعم نفكر نصور إن شاء الله أغنية مصرية وأغنية لبنانية. هذا أول تفصيل فيه أعطيكم إياه. بعتقد أنه رح نبلش بالأغنية المصرية. بنهاية هذا النهار بدي أقولكم مرسي، مرسي على دعمكم لإلي يلي ما وقف من أول نهار. عيد ميلادي إذا بدي أتمنى أمنية، رح أقولكم إن شاء الله نضل مجموعين عطول، لأنه النجاح معكم أحلى.